شبكة بصائر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تصحيح التلاوة، ونبدأه كالعادة بتلاوة المقطع المقرر، ثم بعد ذلك نستمع للتلاوات ونصحح عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. هنا من قرأ اهدنا الصراط المستقيم، أريد أن أسأل الشيخ، هل الوقف على الميم بهذه الحالة صحيحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، هنا من قرأ هكذا. نعم إن شاء الله. أستاذ ساعدنا، هل هذا الوقف على الميم صحيحة؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. نعم، يمكن الوقف على الميم، لكن ينبغي على القارئ ألا يقلقل الميم، يعني من اسم حروف القلقلة، يكون الوقف عليها ميما ساكنة. فنقول اهدنا الصراط المستقيم، نسكنها.